كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان ظهر اليوم وزير الصحة دكتور جمال منصور الحربي، حيث قدم لسموه الدكتور كمال عبد العزيز الشومر، وذلك بمناسبة حصوله على الجائزة العالمية للمنظمة الأمريكية لأطباء الغدد الصماء الإكلينيكية وأفضل طبيب دولي إكلينيكي لعام 2017 بأمراض الغدد الصماء. هذا وقد هنأ سموه حفظه الله بحصوله على الجائزة العالمية تقديرا لدوره المميز في مجال الغدد الصماء، مشيدا سموه بهذا الإنجاز الطبي العالمي والذي يسجل باسم دولة الكويت، متمنيا له مزيدا من التقدم والنجاح. حضر المقابلتين نائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح صباح. الشيخ صباح، العمل كان له فضل كبير في حصول أحد أبناء الكويت على هذه الجائزة من دعم مباشر وغير مباشر عن طريق مجلس الوزراء، عن طريق وزارة الصحة، عن طريق المؤسسات الأكاديمية في الكويت، عن طريق عمل الإنساني اللي يشهد العالم في جميع المناسبات الإقليمية والمحلية والدولية. حقيقة مثل ما قلت أنا، هذه المنظمة ترصد جائزة في كل عام للطبيب المتميز في العالم وتقدمها باسم الطبيب، وطبعا تذكر اسم دولته. مؤسسة صار لها ما يقارب 35 سنة من تأسيسها، وهذه أول مرة بالتاريخ يحصل على هذه الجائزة طبيب كويتي ويسجل اسمه في هذه المؤسسة. طبعا تسجيل الاسم في هذه المؤسسة هو طبعا باسم يعتبر شرف لدولة الكويت ويبقى على مدى وجود هذه المؤسسة على طول العمر. هذه المؤسسة في عضويتها 92 دولة يمثلونهم 16,000 عضو، ومن بين هال 16,000 عضو يختارون واحد في كل عام. طبعا الاختيار يكون على أسس أكاديمية علمية من بينها الأبحاث ومن بينها الخبرة الأكاديمية والعملية في المستشفيات.